الخامسة عشرة لرحيل الشيخ أحمد كفتارو. الإسلام لا يخفق، الإسلام لا يخذل، والمسلم الحقيقي لا يفشل، لأن الإسلام الحقيقي قائم على العلم وعلى الحكمة وعلى التزكية. هذا آخر وضوء بتوضأه ويصلي به. كل أملي وأكثر من أملي يقيني بأن قرن 21 قرن الإسلام. حتى العصاة حتى المذنبين أصبحوا يعشقون الإسلام، فهو ابن العصر وهو ابن الزمان وهو ابن الواقع. الشيخ ربى التلامذة على الإخلاص. أترك لكم هذه الأمانة فلا تضيعوها. التفكير والتمحيص والتدقيق بكل ما يقرؤوه وبكل ما يسمعوه. أنت المسؤول الأول عن الإسلام في العالم. يحمل هم الإسلام ويحرص على أن يبلغه نقيا صافيا كما أنزله الله. ما استطاع أحد أن يلوي يده أو أن يهزمه. ويلقي دروس الوعظ والإرشاد والنصح للجنود على الجبهة من أجل ثباتهم وصبرهم في مواجهة العدو. أولا مع المخرج العالمي مصطفى العقاد. هو أول من دخل عالم التلفاز. إذا كنتم تحبونني أحبوا ما عملت لكم وما تعبت لأجله. اسمي أحمد كفتارو. بعد إنهاء دراساتي الدينية الإسلامية عينت مدرسا عاما للأمور الدينية في سوريا، ثم مفتيا للعاصمة دمشق، ثم مفتيا أكبر لعموم سوريا. وكانت دراستي مقرونة بتربية الصوفية، ووجدت بأن الطقوس الدينية بلا حياة روحية كجسد فاقد لروحه. خمس عشرة سنة مرت على رحيل الرجل الذي كان صوت المحبة والحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، وكلا آتينا حكما وعلما، يعلمهم الكتاب والحكمة. قالوا الحكمة قسمين، علمية وعملية. ولا زالت كلماته تصرخ فينا وتستنهض هممنا. هي الحكمة يا ابني واحدة من ثلاثة، اللي هي ثلاثة هي الإسلام. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. فإذا أنت تحسن تعلم الكتاب القرآن، علوم القرآن والحكمة، وتزكي النفوس، فأنت من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. والحقيقة بأن الشيخ ربى التلامذة على الإخلاص، ورب التلامذة على العلوم الشرعية الحقيقية، أو الإسلام كما نقول، الإسلام كما أنزله الله سبحانه وتعالى صافيا من شوائب البشر. الشيخ أحمد كفتارو كان يفكر كيف ستكون الأفكار التي يحملها أفكارا باقية برؤية استراتيجية. يريد ألا تكون هذه الأفكار الجميلة ورود تشرق تبهج، ولكنها لا تلبث بعد ذلك أن تذبل. لا زالت تلك الكلمات مفاتيح نجاح في العلاقة مع الله ومع عباده من خلق الله جميعا. كان في كل تفسير تقرأه وفي كل مرة تعود إلى نفس الآية تجد فيها نفس الكلام، ولكن مجددا بما يتناسب مع العصر والزمان والحوادث. فهو ابن العصر وهو ابن الزمان وهو ابن الواقع،
ولكن بالإسلام الحقيقي، وكيف يجب أن نفهم هذا الإسلام ضمن هذا الواقع. وكان دعاؤه دائما: اللهم بلغ صوتي شرقا وغربا في سبيل أن أنشر هذا الخير للناس أجمعين، امتثالا لقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكان يذكرنا دائما بقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. يا بني اذكروا الله كثيرا، اذكروا الله حتى يتخلل اسم الله في كل خلية من خلايا وجودكم. وكأنه يرى بأنه مكلف بأمر إلهي أن يقوم في العمل، فكان ينفذ العمل الذي يرضي الله امتثالا لأمر الله، كما فعل إبراهيم الخليل عندما طلب منه الأمر كيف قام. فكان يقلد الأنبياء في عمله ودؤوبه، حتى في آخر مرضه في المستشفى قال: يا ابني لئمت، أنا بدي أتيمم، أعطوني بدي أتوضأ. وهذا آخر وضوء بتوضأه ويصلي به وفاضت روحه. يا بني كل الناس بخير، ما رأيت إنساناً لا خير فيه، ولكن مهمتك أن تدخل إلى جانب الخير فيه. حتى إنه كان دائماً يعرض مثالاً فيقول بأن كل إنسان بفطرته عندما يعرض عليه الخير سوف يتقبله، كل إنسان بفطرته عندما يعرض عليه الطعام الشهي وهو الجائع، عندما يعرض له الماء البارد وهو الظمآن سوف يتقبله بالفطرة مباشرة. يا بني أنتم دعاة فكونوا أطباء، رحماء بالناس، ولا تكونوا قضاة تحكمون عليهم وتقطعون رؤوسهم. هو كان يركز على هذا المعنى، أنت داعي، أنت طبيب، يجب أن تعامل الناس كما يعامل الطبيب المرضى. إنما جعلنا أطباء ولم نجعل قضاة، أطباء نناوي المرضى، وما أذنب إنسان إلا وهو مريض في إيمانه، نداوي المرضى كما تعلمنا من شيخنا، نداويهم بالحكمة والإنسانية حتى نخرجهم من مرضهم إلى صحة إيمانهم. يا بني كونوا حكماء على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا، قال تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. هيك شيخنا يقول: كان يطوف بالكعبة وحولها أصنامها. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقي يعمل بحكمة وبجد وباستبسال وبمضاء وبعزيمة وبتأني وتؤدى حتى جاء الوقت المناسب. وبتكون تتعلموا الحكمة، بتكون تكونوا في حياتكم العلمية والإرشادية: ما أن تعمل ما تحب، أن تعمل ما يمكن. تناول سماحة الشيخ الحكمة في كل درس من دروسه، وبينها وعرفها كثيرا، وحفظ الإخوان ما يجب أن يحفظوه. قول الحكمة قول الحقيقة، الحكمة قول ما ينبغي أن يقول، قول ما ينبغي وفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وعلى الشكل الذي ينبغي. كان نجاح الشيخ أحمد كفتار استثنائياً على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهها والتغيرات السياسية العالمية التي عاصرها، فما هي الأسباب التي صنعت ذلك النجاح، وكيف تجاوز الشيخ تلك العقبات؟ كنت أسأل الله أن يجعل هداية أهل الحي على يدي، ثم قلت أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هداية أهل دمشق على يدي، ثم صرت أسأل الله أن يجعل هداية أهل سوريا على يدي، ثم صرت أسأل الله في كل صلاة أن يجعل هداية العالم بأسره على يدي، وأن يجعل لي سهما من انتشار الإسلام.
هذا الحلم، هذا الهدف الواضح في حياة الشيخ كان يطوف معه حيثما حل وحيثما ارتحل. ما أحوجنا كما قلت يا سماحة المفتي، ما أحوجنا والمناخ العالمي مهيأ الآن لأن تنطلق كتائب الدعوة الإسلامية لتنشر نور الله في كل الأرض ولتدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لم يكن له هم ولا اهتمام إلا أن يبلغ دعوة الله عز وجل، ولكن في عصره، في زمانه، بإمكانياته. حضرت مؤتمرات كثيرة حوارية، ودخلت رئيسا في بعضها في مؤتمر براغ، ورئيسا لقادة أديان العالم في مؤتمر موسكو، وكان بعد حوارات كثيرة سواء منها في الكرملين أو مع البابا، وقد دعاني لإلقاء محاضرتين إحداهما في الفاتيكان بعنوان مستقبل الدينين الإسلامي والمسيحي في العالم. من حكمة سماحة الشيخ أحمد كفتارو أنه اهتم بالعمل المؤسساتي، فقد كان يؤمن بأن استمرارية ونجاح أي عمل تكمن في العمل المؤسساتي. طبعا بدأ ذلك بمعهد الأنصار الذي كان تجربة فريدة في سنة 1949، واستمر عقود من الزمن، ثم بالمعهد الشرعي للدعوة والإرشاد، ثم بمجمع الشيخ أحمد كفتارو في السبعينيات، مطلع السبعينيات الذي رسمه الشيخ أحمد كفتارو في عقله، رسمه في خياله بطبقاته وبأقسامه قبل أن يوجد على أرض الواقع. كل العقلاء وكل الحكماء وكل الدعاة الذين يعني لهم قيمة ووزن وأثر يفهمون معادلة المؤسسات والرجال. الذي استطاع حقيقة أن يصنع هذا التوازن في الواقع هو شيخنا الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله، لما لم ينشغل بالرجال عن المؤسسة، ولم ينشغل بالمؤسسات واستهلاكاتها الإدارية عن أعظم رسالة هي صناعة الإنسان وصناعة الرجال وصناعة الإيمان وصناعة القادة. هو مجمع حوى بين جنباته جوانب عدة. أول هذه الجوانب هو ذاك الجانب الدعوي الإيماني الذي يحمل هم الإسلام ويحرص على أن يبلغه نقيا صافيا كما أنزله الله. وإني لأحسب أيها الإخوة أن تكامل هذا الصرح الذي ما رأيته في يوم من الأيام إلا واكتحلت عيني من مرآه بالنشوة والطرب واللذة، أحسب أن تكامل هذا الصرح يعد تأريخا لميلاد جديد للشيخ أحمد كفتر. والحقيقة أن المجمع كان في ثلاثة محاور أساسية للعمل. المحور الأول كان محور دعوي، والمحور الثاني كان محور خيري، والمحور الثالث كان محور تعليمي أكاديمي. كنت أمسك بيد الشيخ يوما قال: يا بني، هذا المعهد شرفي فلا تضيعوه، هذا المجمع شرفي فلا تضيعوه، أنا سأترك لكم هذا الإرث، أترك لكم لا مالا ولا جاها ولا منصبا، سأترك لكم مركز من مراكز النور والهدى، أرجو الله أن يجعل فيه دوام الخير إلى يوم القيامة، أترك لكم هذه الأمانة فلا تضيعوها، فإني أنفقت عمري من أجل أن يصبح على ما وصل إليه. أن الله عز وجل هيئ هذا المجمع، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم اجعله خيرا لهذه الأمة، اللهم اجعله خيرا للإنسانية جميعا.
65 عاما من العمل والإنجازات الكبرى في ظل الاستعمار الفرنسي، ثم أكثر من 20 حكومة وعشر انقلابات سياسية عصفت بسوريا، فكيف استطاع الشيخ أحمد كفتارو تحقيق معادلة النجاح الصعبة؟ زمن الحكومات الوطنية التي جاءت بعد الاستقلال مرت على الشيخ أحمد كفتارو نحو 10 حكومات برؤى سياسية واجتماعية مختلفة، مع ذلك استطاع الشيخ أحمد كفتارو أن يتعامل معها كلها بحالة من التواصل الإيجابي وبحالة من تعزيز مفهوم التعاون على العناوين الخيرة التي يجب أن تكون موجودة في المجتمع. طبعا هذه القضية مرتبطة بعمق فهم الشيخ أحمد كفتارو لما يمكن أن يقدمه الإسلام من خدمة مجتمعية بعيدا عن مفهوم التقلبات السياسية. كان شيخنا يذكرنا بالأثر الذي يقول: الإسلام والسلطان أخوان توأمان، فالإسلام أس عليه تبنى القضايا والحقائق والحضارة والخير، والسلطان حارس، وما لا أس له ينهدم وما لا حارس له يضيع. يقول الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله: يرى الشيخ أحمد كفتارو أن أقرب طريق وأنجح وسيلة لإصلاح الأوضاع الفاسدة وتطبيق الدين في المجتمع والحياة هو التأثير في رجال الحكومة الذين بيدهم أزمة الأمور والسلطة التنفيذية، وإنما يكتب من النجاح في عام عن طريق الدعوة العامة يكتب في أسبوع أو أقل من ذلك عن طريق هؤلاء. زرت بلغاريا بزمن الشيوعية، كان البرنامج لقائي مع نائب رئيس الدولة ومعي مفتي بلغاريا، لما دخلنا عليه كأن دخلت غوريلا على الناس قاعدين بمولد أو قاعدين بحفلة، ناس وعبسة وبسر. لما شفته أنه استقبلني بهالشكل قلت في نفسي: عمره إن شاء الله ما يستقبلني، بيشرب فنجان القهوة وخاطرك مع السلامة، لكن شاء الله غير ذلك. ما انتهت شرب فنجان القهوة إلا انشرح الصدر وبش الوجه وأشرقت الابتسامة، وراحت الجلسة ساعتين إلا ربع. أنا كنت زرت، كان يوم جمعة، زرت جامع صوفيا اللي هو العاصمة، وفتحوا لأجلي كضيف إنه الجامع مفتوح، والجامع لإغلاقه 70 سنة حيطانه سود صفر من الدلف والمطر والكذا وإلى آخره. وطلعت أنا خطبت كمان، متكأ المنبر الخشب يمكن علق بإيدي نص حفنة من التراب وفور غبار. فلما الله شرح الصدر وروح عن النفس قلت له: والله أنا هاليوم زرت الجامع وصليت فيه. قلت له: لكن رأيته بحالي. قلت له: والله أمريكا تدفع 100 مليون دولار لحتى تجعلوا جامع المسلمين بالشكل اللي أنا رأيته، تجعلوا دعاية ضدكم. قلت له: أنا هالسنة رايح على الحج، وكل الناس عارفانين إني أنا جاي أزور بلادكم، بدهم يسألوني كيف وجدت حرية المسلمين والحرية الدينية في بلغاريا. قلت له: أنا متعود ما أحكي إلا الصدق، فإذا بدكم تكسبوا العالم الإسلامي خلي يكون رموز الإسلام عندكم موضع العناية والرعاية. خلاصة حول الموضوع، التفت للمفتي قال له: سماحة المفتي، قال له: أنت اعتبر نفسك أنت مسؤول عن ترميم المسجد وتزيينه وإرجاع بناؤه على أحسن ما يكون، وأنا مسؤول عن كل شيء تطلبه في تحقيق هذه الغاية. السنة الثانية أنا أصلي زيارة مرة أخرى إلى بلغاريا، رحنا زرنا الجامع، وإذا الجامع صاير مثل العروس.
المشير حسني الزعيم أحدث انقلاباً، وهو أول انقلاب عسكري يحدث في بلاد العالم العربي والإسلامي. وكان شيخنا رحمه المولى سبحانه وتعالى له صلة به سابقة، لأن شيخنا كان يخرج إلى الجبهة في مواجهة اليهود ويلقي دروس الوعظ والإرشاد والنصح للجنود على الجبهة من أجل ثباتهم وصبرهم في مواجهة العدو. لما أن أصبح حسني الزعيم رئيساً للبلاد، شيخنا لم يزره. أرسل حسني الزعيم خبراً إلى شيخنا أنني أريد أن ألتقيك، وفعلا في اليوم الثاني ذهب شيخنا إليه. فحسني الزعيم كان غاضبا من شيخنا أنه خلال هذه الفترة كلها الناس كلهم أتوا وهنأوا الرئيس الجديد بالرئاسة إلا الشيخ لم يأتي، فبادر الشيخ مباشرة بهجوم صاعق وقال له: اسمع يا شيخ أحمد، أنا سوف ألبس الناس كلهم البرنيطة الغربية. الشيء الثاني، أنا أريد أن أقتدي بمصطفى كمال أتاتورك، وكان ذلك في ذلك الوقت يعني مثالا للحكام العلمانيين في العالم العربي والإسلامي. الشيء الثالث، أنا أريد أن أجري امتحانا لكل المشايخ في البلد الذين يلبسون زي وشكل أهل العلم، يعني العمامة والجبة. قلت له خير إن شاء الله. قلت له بتحب تجاوبك؟ أنا اتفضل. قلت له أما قولك بدك تعمل فحص المشايخ ليتميز الكفء من غير الكفء، هذه تشكر وتؤجر عليها، إنه في كثيرين بيلبسوا لبسة الشيوخ والعلماء وليسوا أهلا لذلك، فيتميز الصالح من غيرهم. قلت له أما قولك بدي أمشي على خطوات مصطفى كمال، قلت له أنا ما برضاها لك، لأنه أنت أبوك شيخ وأخوك شيخ، فأنت بدك تقتدي بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. قلت له هذا مصطفى كمال عدو الإسلام وعدو العرب، على إيش عم تتباهى تقول أنا بدي أمشي على خطواته؟ والثالثة، تعميم لبس البرتيات بعض الناس، قلت له أنا معك 100%. قلت له لكن بس إلي شرط. قلت له ببلاد الغرب بأوروبا بأمريكا لما بيخترعوا دواء قبل ما ينزلون الأسواق بيعملوا عليه تجارب على 100 مريض، 200، 500، 1000، حتى يتحققوا من نجاح الدواء لهذا المرض. قلت له أنا من رأيي قبل ما تطالع مرسوم بلبس البنيطة للناس تعمل تجربة. قال لي شلون يعني التجربة؟ قلت له بتجيب حمار وبتحط براسه برنيطة. قلت له يعني شو بتطلع النتيجة؟ قلت له كل ما في الأمر بصير اسمه خواجة. قلت له لكن خواجة ايش؟ ضحك قبل ما يطلع الجواب. لما ذهب إلى الباكستان والتقى مع الجنرال أيوب خان رئيس الباكستان في حقبة الستينيات، وسأله الرئيس أيوب خان كيف وجدت الإسلام في الباكستان، قال له وجدته يعني ضعيفا. فامتعض رئيس الباكستاني، امتعض من الجواب، يعني كيف وجدته ضعيفا؟ قال له أنا زرت الباكستان قبل 10 سنوات أو أكثر ووجدت المساجد ملأة، والآن زرت باكستان ووجدت المساجد ملأة، لكني لو وجدت إلى جانب كل مسجد مصنع ووجدت المآذن تعانق المداخن لقلت لك بأن الإسلام في الباكستان قوي. كان يؤمن إيمانا جازما بأن الإيمان هو الخلق الحسن والصلة بالله عز وجل، يجب أن تكون في كبار الناس كما هي في صغارهم، في مسؤوليهم كما هي في الرعية. لذلك عندما كان يتصل بأحد كبار القوم كان يذكره بعظيم مسؤوليته تجاه الناس، فكان يقول إذا أنت اهتممت بإيصال
الماء للناس فهذا ما يحبه الله ويرضاه، وهذا من صلب الإسلام. إذا اهتممت بالكهرباء هذا من صميم دعوة الإسلام، إذا اهتممت بالسدود فهذا من صميم ما يريده الإسلام منك. لا تشتغلوا بالخلافات التافهة اللي ما يطلع منها شيء، تشتغلوا بالأمور التي لها نتاج. ومع حكوماتكم الوطنية كونوا مؤازرين في الحق، إذا وقعوا في الخطأ مع المنابر نصلح الخطأ، هذا ما اسمه نصح، هذا اسمه تشهير. كان شيخنا رحمه الله كان يرى أن الحاكم هو ابن هذه الأمة وابن هذا المجتمع، وليس هذا في أي في بلد خاص، في كل بلد يعيش فيها المسلم الزعيم والرئيس هو واحد من الشعب. ادعي له الله يلهم الخير، الله يلهم الرشد، كمان دعاء يكون في أدب، الله يهيئ له الأعوان الصالحين، الله يجعل على يده خير هذه الأمة في دينها وفي دنياها. النبي ما كان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم متقون فإنهم لا يعلمون؟ ما استطاع أحد أن يلوي يده أو أن يهزمه، لأنه كان صاحب حكمة وعقل وإدراك وفهم وسياسة. فلذلك كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يملك هذه الأدوات. لقد كان سماحة الشيخ أحمد كفتارو مؤمنا بأهمية الإعلام وضرورة استثماره بحكمة لنشر الدعوة في أرجاء العالم، وكان سباقا إلى فهم هذا الدور وإلى استثماره. يشرفنا فضيلة الشيخ أن تكون معنا على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم في أبوظبي فضيلة الشيخ سماحة مفتي العام للجمهورية العربية السورية، ماذا تقول؟ الشيخ أحمد كفتارو كان من الشيوخ الأوائل الذين تنبهوا إلى أهمية الإعلام في الوقت الذي كان فيه أكثر الشيوخ ما زالوا يخوضون صراعا فكريا حول هل يجوز أو لا يجوز، هل يقبل أو لا يقبل، هل التصوير حلال هل التصوير حرام، هل التمثيل حلال هل التمثيل حرام. كل هذه القضايا تجاوزها الشيخ أحمد كفتارو بسرعة ليرجح بفكرة مقاصدية، يرجح جانب الفقهاء الذين قالوا بجواز التصوير والذين قالوا بجواز التمثيل من أجل الوصول إلى المقاصد الكبرى التي هي نشر الدعوة الإسلامية وتجسيد وتركيز هذه المفاهيم في أذهان الناس. هذا العصر والله لو وجد إذاعة مهيئة يدعى إليها الدعاة العالم الإسلامي الأكفاء الناجحون وهم كثر والحمد لله، ويعرض الإسلام ويعرف عنه بحقيقته بواقعيته من قرآنه وسنة نبيه في مظلة قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هو أول من دخل عالم التلفاز في بلده عندما كانت تنقل حلقاته على مدرج جامعة دمشق عبر شاشة التلفاز ويشاهدها الكثيرون. كان يحاول من خلال هذا الظهور على شاشة التلفاز أن يصل بدعوة الإسلام حتى إلى غير المسلمين، لأن شاشة التلفاز يمكن أن يشاهدها كل أحد. ما رآه الشيخ أحمد كفتارو وما أراده الشيخ أحمد كفتارو من وجود صوت عالمي ووجود صوت يخترق المساحة العالمية في إيصال كلمة الإسلام الذي كان يؤكد على وصفه بالسماحة بالاعتدال بالماء النقي الذي يعطي الناس الحياة ويعطي الناس الري. ولذلك كانت القصة الشهيرة أولا مع المخرج العالمي مصطفى العقاد عندما بدأ بفكرة فيلم الرسالة، وكان كثير من الشيوخ وخاصة
من التيار السلفي يحرمون بشكل كبير هذا التمثيل الذي ستظهر أو تشخص فيه شخصيات الصحابة. فكان الشيخ أحمد كفتره من الشيوخ الذين التقاهم مصطفى العقاد ليستفتيه في هذه المسألة، وشجعه الشيخ أحمد كفتره تشجيعا كبيرا، بل قال له إن هذا الفيلم بهذه الرؤية التي تذكرها هو ربما يكون أفضل بكثير من كثير من المحاضرات وكثير من الدروس التي تقدم، لأنه يصل إلى حيث لا يصل الشيوخ ولا يصل الخطاب الدعوي في إيصال هذه القيم العظيمة الإسلامية. وبالفعل هذا ما كان من خلال الانتشار الكبير لفيلم الرسالة. لذلك كان دائما يقول: والله يا بني لو أننا ملكنا عددا من الفضائيات عندما بدأت الفضائيات تظهر في التسعينات، وهيأنا لها 100 من الدعاة الذين يتقنون اللسان الأعجمي، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الروسية، اللغة الإسبانية، هذه اللغات العالمية المنتشرة، هؤلاء الدعاة يحملون الحكمة والموعظة الحسنة والقلب الزاكي المتصل بالله سبحانه وتعالى، لفتحنا العالم كله بالكلمة الطيبة. ثم تأتي القصة الشهيرة للقاء الشيخ أحمد كفتارو مع الاقتصادي الشهير رجل الأعمال صالح كامل. وصالح كامل كان صاحب سلسلة اسمها ART، فيها ART للفنون، ART للرياضة، ART للوثائقية وغير ذلك. فقال له الشيخ أحمد كفتارو تلك الكلمة الشهيرة، قال له: يا شيخ صالح، بلغني أنك لا تدفع زكاة مالك. والشيخ صالح كان مشهورا بإنفاقه، ومشهورا بإنفاقه في الجوانب الخيرية الإسلامية خاصة. فقال له وهو منزعج جدا: الذي أخبرك مخطئ، فأنا أدفع الزكاة وأدفع فوقها بكثير. بهدوء جدا وبثقة بالنفس الشيخ أحمد كفتارو قال له: لا، بلغني يعني بيقين أنك لا تدفع الزكاة. فقال له: كيف؟ قال له: أنت عندك سلسلة قنوات تلفزيونية ART، هذه السلسلة ما عليها زكاة، يجب أن يكون هناك ART إسلام. وولدت هنا فكرة قناة اقرأ، وبدأت بمشروعها. وكان الشيخ أحمد كفتارو ومحاضرات الشيخ أحمد كفتارو تظهر على هذه القناة بشكل دوري. أن يعودوا للإسلام إلى القرآن، لا تلاوة ألفاظه، إلى تفهم معانيه، إلى تفهم أهدافه ومقاصده، ليستعيدوا وحدتهم وعزتهم وقيادتهم للعالم نحو الأفضل، نحو السلام، نحو الأخوة الإنسانية العالمية. تظهر حكمة وحنكة سماحة الشيخ أحمد كفتارو في تعامله مع كبار الشخصيات المؤثرة من الرجال والنساء والشباب في عصره، فقد كان يستثمر طاقاتهم وجهودهم ويوجهها لخدمة الإسلام والإنسان. واختار الشيخ الحقيقة في أن يكتب في عقول الرجال، أن يصنع الرجال، أن يؤلف كتبا ناطقة، كتبا حية بفكرها وبعلمها وبحالها وبقالها. فترى أن كل واحد من أتباع الشيخ كان كتابا يقرأ، وكان منهجا يدل عليه في كل مكان من أمكنة الأرض. دروس الشيخ أحمد كفتارو كانت تمتلئ بالشباب، وكان الشباب يقبلون عليها لأنها تشبع لديهم هذه الحاجة المعرفية وهذه الحاجة الفكرية، حتى تطمئن قلوبهم وحتى تطمئن عقولهم. بس هذا أذى النبي تألف غير المسلمين بكل شيء. بعد خبر لخالد بن الوليد: أسلم أعطيك أعنة الخيل، وهو كافر لا يزال تألفه بالعطاء. الله يرحم شيخنا. أنا ما كنت يعني في عهده لما بدأت النهضة النسائية أو الدعوة النسائية عنده،
ولكن يعني أعلم بأنه كان الإنسان الكبير الذي يتفهم دور المرأة ويحترم المرأة ويوجه المرأة لأن تكون داعي إلى الله. وكان مثاله أم الدرداء الصغرى في جامع الأموي، كيف أنها كانت تخاطب الملوك وتنصح الملوك. وكان يقول سيدتنا عائشة أيضا كيف كانت يعني فقيها، وكانت يعني توصل كل الأخبار عن شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر جعل شيخنا المرأة نصف المجتمع وتربي نصف المجتمع، هي فكرة شيخنا دائما. فكان دائما يعني يحاول تعليم المرأة ودفعها لو كانت طبيبة أن تتعلم العلوم الشرعية. كان الشيخ يعني يحرض عقول إخوانه ويقوم بتنميتها ويدعوهم إلى التفكير والتمحيص والتدقيق بكل ما يقرؤوه وبكل ما يسمعوه. الأمور دائما تعرف بنتائجها، فالنتائج التي تتحدث إن هذا الإنجاز الكبير وهذا الانتشار الكبير لعمل الشيخ أحمد كفتارو يشهد بجدوى عمله وجدوى جهوده الكبيرة التي بذلها على مدى حياته المعطاء رحمه الله. إذا كان لي وصية هي أن تعتنوا بالمجمع، أن تعتنوا بكلياته، أن تستمروا في عمل الدعوة إلى الله. إذا كنتم تحبونني أحب ما عملت لكم وما تعبت لأجله، ولا تجعلوه يضيع هنا وهناك. اليوم نحن أمام الذكرى 15 لرحيل الشيخ أحمد كفتارو. طبعا ونحن نتأمل هذا المنهج ونحن نتأمل هذا الفكر، نستشعر يقينا بأن الشيخ أحمد كفتارو رحمه الله استطاع أن يترك بصمة وأثرا كبيرا من خلال جوانب متعددة. هذه الجوانب هي إرث الشيخ أحمد كفتارو، أولا في الآلاف، وأنا أعني ما أقول عندما أقول الآلاف من تلاميذة الشيخ أحمد كفتارو الذين انتشروا من إندونيسيا إلى أمريكا مرورا بآسيا وأوروبا وأفريقيا ليقدموا هذا الفكر وهذه الرؤية في الدعوة إلى الله عز وجل، محبة للناس ومحبة للأوطان ومحبة للإنسان وإحسان في العلاقة مع الله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. الدين إذا جمع العلم والروح والعقل فهو أعظم قوة على هذا الكوكب، لأن القوة المادية تستطيع أن تتغلب على الجسد، وأما إذا اجتمع الروح والعلم والعقل فإنه يتغلب على كل شيء يقف في طريقه. Thank you.